أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة عن امتحان الويدا أكسس والمقدمة لكم من قبل السيدة جاكلين باركر منسقة الشؤون التعليمية في قسم ثنائي اللغة والسيدات المدربات في مدارسنا المختلفة السيدة نيكول مارتن والسيدة سامي عبد الله السيدة سوزان ميجر والسيدة كيتي لويس. بناء على طلب من الحكومة الفيدرالية من جميع المقاطعات الاستمرار في تقديم امتحان الويدا من تاريخ 27/1 وحتى تاريخ 9/4/2021 سيتم التواصل معكم لتحديد موعد امتحان طفلكم. أوقات وأيام الامتحان ستختلف من مدرسة إلى أخرى. خلال هذا الإطار الزمني فقط سيستلزم وجود طفلكم في المدرسة لفترة تتراوح بين يوم وأربع أيام. من يتقدم بالامتحان؟ جميع الطلاب الذين يتحدثون لغة غير اللغة الإنجليزية. سيتم استخدام فحص الويدا كتقييم أولي لتحديد مستوى إتقان اللغة لدى الطلاب. عندما يحصل طفلكم على المعدل المطلوب وهو 4.8 سيتم إعفاؤه من الامتحان. الرجاء احضار ما يلي إلى المدرسة في يوم الامتحان: الكمبيوتر والشاحن الذي وفرته المدرسة. يجب التأكد من شحن الكمبيوتر بالكامل في الليلة التي تسبق الامتحان. قناع واقي للوجه. سماعات إن وجدت. ما هو اختبار الويدا؟ هو امتحان لتقييم القدرة على الفهم والتواصل باللغة الإنجليزية، كما أنه يختبر مهارة الطالب في القراءة، الاستماع، المحادثة والكتابة. يتم إجراء الامتحان باستخدام دفتر الامتحان وقلم رصاص للصف التمهيدي وعلى الكمبيوتر للصفوف من الأول وحتى الصف الثاني عشر باستثناء الكتابة للصفوف من الأول وحتى الثالث. موعد الامتحان من تاريخ 27/1 إلى تاريخ 9/4/2021 سيختبر كل طالب لبضع ساعات خلال هذه الفترة. الاستماع حوالي 40 دقيقة، القراءة حوالي 35 دقيقة، المحادثة حوالي 30 دقيقة، الكتابة حوالي 65 دقيقة. كما ذكرت الامتحان الويدا هو عبارة عن تقييم بتكليف من الحكومة لمراقبة تقدم إتقان الطالب للغة الإنجليزية. نتائج هذا الامتحان سيكون لها دور في تحديد البرامج التي ستقدمها المنطقة التعليمية لطلابكم. يرجى الاستمرار في تذكير أطفالكم بأن هذه الاختبارات مهمة جداً ويجب أن يأخذوها على محمل الجد. الحصول على قسط وافر من النوم وتناول وجبة إفطار صحية هو في غاية الأهمية دائماً، ولكنه يزداد أهمية خاصة يوم الامتحان. ممارسة الامتحان: يرجى تشجيع ابنكم أو ابنتكم على التمرن على الامتحان باستخدام الرابط أعلاه، رابط اختبار الممارسة. تحت الكلمات Access for ELLs انقر فوق اختبار الممارسة. الخطوة الثانية انقر فوق الاستماع. الخطوة الثالثة انقر فوق المستوى الذي تريد التدرب عليه كما هو مشار بالسهم الأحمر. الخطوة الرابعة لتسجيل الدخول استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودين أعلى مربع تسجيل الدخول كما هو مبين بالشكل والسهم الأحمر. كرر هذه التعليمات للقراءة والمحادثة والكتابة. حضوركم مهم ومشكور، يرجى التأكد من النقر على الرابط لملء استمارة الحضور. سنختار بشكل عشوائي المشاركين الذين يكملون نموذج الحضور للفوز بجائزة ستساعد في دعم تعلم طفلكم. إلى أي أسئلة سنعقد جلسة مباشرة يوم الخميس 14/1 من الساعة 1 حتى 3. يرجى الانضمام إلينا على الرابط الموجود في وصف الفيديو. إذا كان لديكم أي أسئلة ستكون الترجمة بالعربية والإسبانية متاحة، وبإمكانكم الانتقال إلى melnabschools.com لتجدوا المعلومات التالية: كيفية التواصل بالمعلمين، الموارد والمصادر المتاحة، التقويمات وأكثر من ذلك بكثير.